يعني لنا وجميع مشاهدي شاشة الوطن نقدم العزاء للشهيد الوطن وشهيد الأردن، يعني في إن شاء الله يكون إن شاء الله من الشهداء. يعني حقيقة يعني في هذا اليوم في هذه الإطلالة الجميلة لابد أن نشيد بجهود القوات المسلحة الجيش العربي الذين يبذلون الليل بالنهار ويقدمون التضحيات والشهداء من أجل الدفاع عن الوطن والمحافظة على أمن الوطني واستقراره. كل هذه الجهود المبذولة والذين يعني نشاهد يوميا نشام الوطن، حراس الوطن على الشريط الحدودي الكامل يبذلون من أجل حراسة الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره. إن شاء الله يعني للمزيد أكثر وللحديث أكثر عن نشام الوطن، جهود أجهزتنا الأمنية، نشام الأمن العام، نشام شرطة البادية أيضا الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل تقديم كل ما هو مطلوب للمواطنين وخصوصا في مثل هذه الظروف الجوية السائدة. يسرنا أن يكون معنا هذا الصباح العميد علي المناصير مدير شرطة البادية الشمالية. تعلمون محافظة المفرق وباديتها يبذلون نشام جهاز الأمن العام من خلال شرطة البادية وخصوصا في مثل هذه الظروف الجوية وعلى مدار الساعة لسرعة تقديم المساعدة للمواطنين أيضا والحفظ على أمن واستقرار الوطن. عطوفة العميد علي المناصير مدير شرطة البادية الشمالية، يسعد صباحكم، يعطيكم العافية. صباح الخير أخ يوسف، صباح الخير لك وصباح الخير لفريق العمل اللي برفقتك، وأيضا صباح الخير لفريق عمل يوم جديد في التلفزيون الأردني. وبنصبح من خلالكم على الأخوة المواطنين كافة مشاهدين التلفزيون الأردني، وننتهز هذه الفرصة لتقديم واجب العزاء للشهيد النقيب البطل محمد الخيرات الذي وفته المنية قبل الأمس في أثناء تأديته لواجبه، ونتمنى أن يتقبل ربنا سبحانه وتعالى وأن يمن ربنا سبحانه وتعالى على الزملاء المصابين بالشفاء التام. عطوفتك يعني دور شرطة البادية جهاز الأمن العام واجبات كبيرة ملقاة على عاتقكم، طبيعة المفرق وباديتها، الجهود المبذولة اللي تقوموا فيها والنقاط الأمنية الموجودة في هذه المناطق. سيدي احنا منذ بداية الموسم الشتوي وبتوجيهات من عطوفة مدير الأمن العام وتحديدا من في نهاية الأسبوع الماضي مع قدوم المنخفضات اللي احنا بنعيشها لغاية الآن، تم تفعيل خطة المنخفض الجوي اللي تعاون مع المنخفضات الجوية غير الاعتيادية. وحقيقة يعني من خلال هذه الخطة، هي خطة تتكلم عن أو تتحدث عن التعامل مع الأجواء قبلها وأثناءها وبعدها المنخفضات. نعم، عطوفتك نتحدث أيضا واجبكم الإنساني، الآن احنا موجودون في أحد المناطق البادية الشمال تحديدا منطقة أم الجمال، هنالك المواطنين، وجدنا هنالك جولات ميدانية، النقاط المسؤولين المراكز الأمنية في هذه المناطق يقومون بجولات في مثل هذه الظروف الجوية. أخ يوسف زي ما ذكرت أنت، يعني احنا حقيقة منطقة البادية الشمالية هي منطقة واسعة جدا، يعني تقدر مساحة الاختصاص بحوالي 27 ألف كيلو متر مربع، وهي مساحة شاسعة. لكن احنا مجموعة الحمد لله متواجدة في كافة الاختصاص، عندنا في توزيع للمراكز الأمنية عندنا حوالي 5 مراكز أمنية وعشر نقاط بتغطي كافة المواقع سواء الحدودية أو مناطق السكانية. عطوفتك أيضا نتحدث عن ظروف الجوية السائدة، تعلمون هناك أسر يعني كما الآن بيوت الشعر موجودون في القاطنين، هل اتخذتوا إجراءات احترازية ووقائية قبل الظروف الجوية؟ يعني عندكم مثلا كشف حسي باستمرار للإطمئنان على أوضاع المواطنين؟ صحيح، احنا زي ما حكيت لك احنا الظروف الجوية السائدة احنا في عندنا خطط معدة سابقا للتعامل مع هاي الظروف.
من خلاله احنا قمنا بجولات على كافة المواقع، خاصة المواقع اللي ممكن يظهر فيها السيول. تعرف منطقة البادية زي ما ذكرت لك هي منطقة شاسعة وممكن يكون فيها تشكل السيول في مواقع معينة. تم المرور على كافة المواقع بكافة اختصاص من خلال لجنة مشكلة من عطوفة محافظة المفرق، وفي سواء داخل المواقع الحيوية أو المناطق البعيدة عن السكان، وتم تحذير السكان القاطنين هذه المناطق، وتم ترحيلهم من هذه المنطقة. يعني في منطقة الصفاوي تم ترحيل حوالي 30 بيت شعر، وفي منطقة أم جمال وما حواليها حوالي 25 بيت شعر تم ترحيلهم من مواقعهم. عطفتك أيضا في مناطق رويشد أمس شهدت تساقط خفيف للثلوج والأمطار، وهنالك سدود وأودية، أيضا مناطق دير الكاف، المناطق حسب الظروف الجوية اللي بتتعرض لهطول في مثل هاي الأيام لسقوط الأمطار كثيف. هل مثلا هنالك من الأجهزة الأمنية جهاز الأمن العام متواجد الآن وقد خطة احترازية في هاي المناطق؟ صحيح، يعني أنا زي ما ذكرت لك إنه إحنا عندنا في مراكز أمنية منتشرة بالاختصاص كامل. منطقة الرويشد فيها المركز الأمني ومركز أمن الرويشد، و مركز أمن الرويشد موجود في منطقة الرويشد، هو يغطي اختصاص لواء الرويشد الكامل. أيضا هناك ثلاث مراكز نقاط أمنية، هي مراكز موجودة على الشريط الحدودي السعودي، هي مهمتها فقط التواجد الأمني في المنطقة، أيضا التعامل مع أي حدث أمني هناك وخدمة لقاطنين هذه المناطق. عطفتك نتحدث أيضا عن الإبلاغات 911 رقم جهاز الأمن العام، كيف تتعامل مع هذه البلاغات وعملية متابعة أي شكوى تصلكم في المراكز المنتشرة ضمن موقع الاختصاص؟ يعني تعرف من خلال مديرية القيادة والسيطرة، مديرية العمليات والقيادة والسيطرة، في عندنا هاتف 911 وهو هاتف الطوارئ لكافة مناطق المملكة. احنا نتقبل او نستقبل الشكاوي على هذا الهاتف طوالي، بيصل البلاغ لقيادة البادية يتم ترحيله لمديرية شرطة البادية، ومباشرة يتم ترحيله للمركز الأمني المختص، ويتم الإعاز مباشرة للمندوب المركز الأمني للوصول للموقع والتعامل مع الحدث حسب ما يقتضي. عطفتك يعني دور شرطة البادية دور غير الإنساني، أيضا تغير دورها من خلال تقديم الخدمات، التنسيق مع الأجهزة المعنية كافة ذات الدوائر المعنية، وخصوصا في مثل هذه الظروف التنسيق مع الجهة ذات العلاقة للقيام بهذه المهمة. أيضا يعني حقيقة احنا من خلال وجودنا كمديرية شرطة البادية الشمالية كجزء من المجلس الأمني لمحافظة المفرق برئاسة عطوفة المحافظ والأجهزة الأمنية كافة، هناك تنسيق عالي المستوى ما بيننا كمجلس أمني، أيضا هناك تنسيق مع مركز مجلس خدمات المحافظة، هناك تنسيق فيما يتعلق في الظروف الجوية في حال حدوث أي سيول أو بحاجة لأي مساعدة لأي قاطنين المناطق يتم التنسيق مع هذه الجهات. عطفتك يعني رسالة يعني من خلالكم بتوجهها للمواطنين في الأيام القادمة، أيضا هنالك منخفضات جوية وخصوصا طبيعة البادية القاطنين في بيوت الشعر القريبين من السدود والأودية، يعني الإجراءات اللي ممكن يتخذها المواطن من خلالكم. سيدي احنا دائما رسالتنا في مديرية الأمن العام للأخوة المواطنين توخي الحيطة والحذر باستمرار، ومتابعة النشرات الجوية التي تصدر عن الجهات ذات العلاقة، أيضا في حال وجود أي حدث لا سمح الله التواصل مع رقم 911 وهاتف الموحد للطوارئ ليتم الاستجابة لأي نداء استغاثة. عطفتك أيضا المسؤولية المجتمعية يقع على عاتق الشرطة المجتمعية في شرطة البادية، التنسيق في المسؤولية المجتمعية والشرطة المجتمعية في مساعدة تقديم أي مساعدة للمواطن في مثل هذه الظروف من خلال الشرطة المجتمعية والتنسيق معه. صحيح، يعني في من ضمن مرتبات مديرية شرطة البادية الشمالية هناك قسم يتبع للشرطة المجتمعية، هذا القسم مهمته متابعة الأمور الاجتماعية داخل الاختصاص بالكامل، تحسس المشاكل، تحسس المشاكل الاجتماعية، البحث عن أي مساعدة ممكن يقدمها جهاز الأمن العام للأخوة سكان منطقة الاختصاص، ونحن حقيقة لا نألو جهدا بمساعدة أي شخص يطلب مساعدة. عطفتك يعني خلال اليومين اللي مضوا الظروف الجوية هل هنالك مثلا تعاملتم مع الحالة الجوية في حوادث معينة، مساعدات قدمتها للمواطنين؟
صحيح يعني احنا في بالفترة السابقة كان في هناك تقريبا حادثين عندنا، واحد في منطقة سمو السرحان والآخر في منطقة أم جمال، بتحدث عن حوادث الاختناق من وسائل التدفئة، وهذا اللي احنا بنأكد عليه انه توخي الحيطة والحذر في هاي الأجواء من التعامل مع وسائل التدفئة المختلفة. قبل يومين أيضا تبلغنا عن حادث سير في أحد المناطق البعيدة، وكان حق حتى المشتكي بيتكلم عن أنه في سيول وفي يعني بحاجة لمساعدة، تم الاستجابة مباشرة والوصول للموقع تقديم مساعدة من كوادر الدفاع المدني وشرطة البادية. يعني عطفتك نقدر نطمئن المواطن الحمد لله في البادية الوضع مطمئن من الناحية الأمنية أيضا ومن ناحية الظروف الجوية، ورسالة يعني المطلوب من المواطن أيضا التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لمواجهة هذه الظروف. يعني سيدي احنا بنأكد للأخوة كافة أنه اختصاص منطقة البادية الشمالية الحمد لله آمن، ومجموعاتنا متواجدة في كافة مواقع الاختصاص للتعامل مع أي أحدث، وفي حال حدوث أي شيء لا سمح الله نتمنى من الأخوان المواطنين مباشرة وعدم التردد بالاتصال بهاتف الطوارئ 911 ومجموعات قريبة لتقديم المساعدة قدر الإمكان. عطوفة العميد علي المناصير مدير شرطة البادية الشمالية، شكرا لكم على هذا اللقاء وهاي الجولات، يعني شاهدنا هاي الجولات الميدانية اللي تقوموا بها، هذا دليل واضح وحرص أجهزتنا الأمنية والمعنية وممثلة أيضا بجهاز الأمن العام الذي يبذل الليل بالنهار من أجل تقديم الخدمات للمواطنين وسرعة الاستجابة أيضا لكافة ملاحظات المواطنين وخصوصا في مثل هذه الظروف الجوية. عطوفة العميد علي المناصير يعطيكم العافية. الله يعطيك العافية وشكرا لك وشكرا لاهتمامكم في اختصاص البادية الشمالية. شكرا عطوفتك. شكرا. يعني كما تحدث عطوفة العميد يعني كل هذه الجهود نشامة الأجهزة الأمنية، القوات المسلحة، الجيش العربي والذين يبذلون التضحيات وتقديم الشهداء من أجل بناء واستقرار الوطن، هذا دليل واضح على حرص أجهزتنا الأمنية بالمحافظة على أمن الوطني واستقراره، وخصوصا لابد هنا من الإشارة بضرورة تحذير المواطنين بخصوصا القاطنين في هذه المناطق، مناطق البادية الشمالية بشكل عام، هنالك أودية، هنالك سدود، هنالك أيضا انجمادات في بعض طبيعة هذه المنطقة الصحراوية، لابد من أخذ الحيطة والحذر واتباع كافة متطلبات السلامة العامة.